المنتخب العراقي ان شاء الله مشتهي منسف اردن الاسد، راح ياكل المنسف الاردني. ونقول هم اجوا للموت ما جبناهم، هم اجوا. طبعا العراق اي فريق حتى لو اليابان نواجهه من الغلبة، العراق داخلين بقوه ونريد نلعب بغيرتنا، نبين انه غيرتنا تفوق اللعب، مثل ما طقينا اليابان 2-1. اليابان هذا الفريق الجاي من 11 لعبه فايز، يفوز علينا بالدقائق الاضافيه ويقول له جول بالدقائق الاضافيه، هذا مستحيل يصير. بعد بتش فرق عالميه يعني مو بقدره العراق. والاردن هم اجوا برجلهم ما جبناهم، يعني شوفهم القوزي والمنسف الاردن تحدي. هاف المعطيات، العراق خذ 9 نقاط وغلب 3 فرق شرق اسيويه، الان جانا فريق غرب اسيوي الاردن. احنا اخر لقاء ويانا كان كاس الاسيا 2019 فزنا 1-0. ان شاء الله الان امورنا تمام، فريق مستقر، مدرب، لاعبين على مستوى كلش عالي. ان شاء الله 2-0 للعراق وتاهل لادوار الدور نصف النهائي ان شاء الله، تسهيل بيد الله. في الحقيقه بعد اداء المنتخب العراقي جيد في المباريات الثلاثه، بغض النظر عن نزول المستوى بشكل طفيف في مباراة فيتنام، ولكن التاريخ يتحدث عن المواجهات العراقية الأردنية. المنتخب العراقي في سجلها أكثر من 23 فوز، وإن شاء الله مستمرين على هذا النمط، ونتمنى ونترجى الفوز من المنتخب إن شاء الله.